يا ربي زعما سلام يا خويا بالله سامحك سلام بك بالله المترو هذايا الضو معناتها الفوق ولا لوطا الكورون نتاعو؟ الضو الفوق شنو هي لوطا هذايا نتاعك؟ تحكي الضو الفوق نتاع المترو هي الحمد لله خاطرني ما نحملش الضو ياسر معناتها كي باش نقف قدامه معناتها ضربة واحدة معناتها ليه؟ علاش لاباس انت؟ لاباس شنو هي لاباس ندخل الضو شنو ندخل؟ خويا برجولية ناوي ننتحر انتحر شنو هي الحكايه؟ ناوي ننتحر علاش بيك لاباس؟ فديت انا فديت من حياتي تصور تصور انا في عمري انا نخدم 5 ايام في الجمعه وخمسه سوايع كل يوم نصور فيهم 1,500,000 تحكي بالرسمي ولا تفادلك انت؟ قداش تصور سامحني؟ كرهبت يا ذي ريت عندي عميم ما بدلتهاش هذه عيشه هذه كرهبت عندك عميم تحمد شربي 1,500 يعملوا حاجة وما توا 1,500 يعملوا حاجة يعملوا برشا حاجات يعملوا 1,500 شنو هو اللي الناس ماكل ما قادش باش تاكل الخبز وانت 1,500 ومكش حمد ربي شريتك انت تخلص فيها 4 عائلات راهي توكلها وتشرب عليها سامحني يا خير ننتحر ولا نولي ارهابي ولا نولي ارهابي ولا ننحرف ولا ندوعش اما خير انتياك اما خير اما خير سلي اني بي يا ودي تخي ربي شبيك يا ودي خلو داعش بابا في وينك يا وين بابا اني بابا وانت اخوي شنو دوعش تحكي له على دوعش داعش انت سلي اني بي انا قلت لك داعش توا ايه انت قلت لي داعش انا قلت لك داعش يدي شبيك نورمال انت انا قلت لك داعش انا خير انا قلت لك ما قلت له داعش انت حر قلت يمشي داعش قلت يمشي داعش تنحرق انا قلت لك داعش انا تو قلت لك داعش وانت تسمع فيا ودي سامحني لحظة باش نعيط للشرطة يا شبيك يا ودي كلم الشرطة ولا كلم اللي تحب انت عيط لهم الشرطة هذه كرهبتك دي كرهبتي اي فديت من عيشة اي وتخرج 1,500,000 وتحب تنتحر فديت من عيشة اي تكون 1,500,000 وكرهبة كيما هكا شنو فديتك يا احمد ربي الناس مش لاقي ايش تاكل شنو تنتحر هذه شنو يا خويا ما خير ننتحر ولا نمشي نداعش ولا نمشي داعش ولا داعش سوري شنو يا ودي داعش انا داعش هديت هذاك قرار خذيته وانا قرار خذيته داعش شو داعش اخي داعش هو اخي سهل داعش هي السلام عليكم السلام ورحمه الله سلام وين مشيت يا وين انا هوني ما عاد مشيت بابا بوك هذا يا ولد ما فيك تقول لي داعش ولا داعش شنو معناتها تجبدلو في داعش تدعش لي فيه دعش لي فيه شنو معناتها هو واحد وقال لي يعني انتحر يمشي لداعش قلت له لا ردي ما تمشيش ردي قعد عيش على روحك هاني نسمع فيك ابو وذن لا انا ننصح فيه باش ما يمشيش لداعش لا ينتحر باه سيدي خلينا نشوفوا نطلبوا الشرطه نشوفوا قلت له داعش ولا ما داعش انت قلت لي باش نهزك الداعش ولا داعش لحظه لهنا انا قلت لك يودي صار فينا اصحابي معناتها يمشيوا يصيفوا في البهاما وفي بنكوك وانا ما نمشي الحمامات انا نمشي صيف الحمامات غيرك صيف في الدار وقالت لنا موس حمامات يا معلم شنو غيرك صيف في الدار وقالت لنا موس يا معلم انا يا ودي كلمك انا قاري عميم بعد الباك ايش بيك يا ودي الحمد لله غيرك مش لا عنده لا باك ولا عنده لا 1,500,000 والحمد لله يا ربي عنده 500,000 هو وعائلته لاباس عايشين وبصدرة رب ما هي نص انا شاركت في الثورة ضربت بحجرتين ومليون ونص شهرية هكي انا نخدم 5 ايام وخمسة سوايع وناخذ 1,500,000 خمسة ايام في الجمعة حط شيء في بالك معلم اما خير سامح اما خير ندحر ولا نمشي نعمل حاجه اخرى زي شنو الحاجه نولي رهيب لا ولا ندوعش انت مال اما خير علاه داعش علاش داعش يا معلم يا ودي عليه هكا كل سبت عامل لي هكا عليه كل سبت تحب تنتحر قلت لهم اما خير ننتحر ولا ندوعش قالوا لي برا دوعش تعرفش كنت تصلي على النبي يا معلم احرم عليك برا داعش علاش عليه لحظة تو نعلم عليكم الشرطة انا الشرطة اقعد ريت اقعد ريت تو نعلم عليك الشرطة يا ودي صلي عم هات البورتاب ليش جاي هات البورتاب في الاخر شنو ترسيلي انا بعد الثورة ناخو في 1,500,000 1,500,000 شنية خدمتي شهريتي شهر 1,500,000 ايه انا نخدم 5 ايام على بعضهم 5 سوايع كل يوم وشهريتي 1,500,000 يعني 5 ايام وخمسه سوايع وشهريه 1,500,000 هذه وضع
وضع خايب يعني بيه ودي قالوا انتحار وقالوا واحد ما بتحملش ربي غيرك سيبني عشان انظر يا مروح شو باش مروح انت والعبيد الحمد لله خويا صح عليك انت عايش خير مني انت انا اصحابي اصحابك يبداو داخلين بورتيات يعطيو 50 دينار 60 دينار وانا نعطيه 5000 و10000 هذه عيشه الراقصه الراقصه تي الراقصه يبداو يلشقوهم بال 50 وانا نبدا نلشق بال 10 وانا تحب ترشق بال 50 ولا تنتحر انت نحب نعيش نحب نعيش نحب نعيش ولا مش لازم صلى الله عليه وسلم يعني بيدي روحك عايش خويا بلاه ما خير ولا ننحرف اما خير ننتحر ولا ننحرف ليه تولي ولا نمشي ندوعش ولا نمشي ندوعش ولا يا مدي مو واحد ديك يا حتى دي عشمي قبلوك شكا بلي يصلي على النبي عشك انا بابا بابا تعني وانت خويا تبارك الله عليك هكا دوعش في الولد علاش يولدك شارب حاجه ولا يتعطى في حاجه يعني نسمع فيك نسمع فيك بودني نسمع فيك بودني تعمل له ندوعش وما دوعش علاش يا مدي قال له دياش في مخه تقول لي دياش ولدك يا يعني عنده برشا فلوس وعنده واحد يا معز شنو اللي قال لك قلت له ما خير من حرف قال يمشي لدوعش هاي باهي هاك تحب تحب تدوعش وبتصير دياش نتاعك يا ودي صلي على النبي اضرب اضرب القدي خلي واحد يموت فرد ضربه ضربه واحده يا ولدي ايش بيك علاش بابا بابا اسمع اسمعني لحظه تو نعلم عليك الشاك طيب بشوي نحكي معك لحظه طيب البركان لحظه تو نعلم عليك بس لحظه بركه تو تعلم علي لحظه بركه شدك ايه خلينا نعلم عليك طيب شوف شوف ولدك واحد كسكروت في يده شدك ايه ومروح بالعظم شدك مروح بالعظم شنو هذا يا بابا ولا قلت له دي اش بيه او دي اش 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 او دي اش